بصي انا استمتع بيه اكتر المسرح ولا الفيديو ولا السينما؟ انا بحب يعني المتعه وانا واقف على الخشب وانا بمثل على المسرح، دي متعتي يعني، فيها متعه كبيره. لكن اتفرج على السينما والتلفزيون بس. التلفزيون بيوصل للناس بسرعه، المسرح ما بيتعرض في التلفزيون يعني مش عارف يعني هو المسرح بيتذاع في التلفزيون، فالناس بتتفرج على التلفزيون. مسرح في التلفزيون، والسينما بتيجي في التلفزيون، فكلنا بنتفرج على التلفزيون. مبتدأ دوت كوم